مصر إلى تركيا والغضب الشعبي المتصاعد ضد حكم أردوغان الإخواني، حيث تجددت المظاهرات في أنقرة ومدن عدة مطالبة بإسقاط أردوغان رغم قمع شرطته والتي أدت إلى مقتل متظاهر وجرح العشرات. شارفت الاحتجاجات التركية على إنهاء شهرها الأول وسط مؤشرات تؤكد تصاعدها، خاصة مع انضمام فعاليات كبيرة إليها، ما يشكل دليلا قاطعا على الاستياء الشديد من حكم أردوغان وحزبه. ففيما يستمر الاعتصام المفتوح في ميدان تقسيم في اسطنبول وعدد من المدن التركية، واصلت شرطة أردوغان قمعها للمتظاهرين، فقتلت شخصا وأصابت 7 آخرين بالرصاص أثناء احتجاجهم على بناء موقع أمني جديد في قرية كياجيك في ديار بكر جنوب شرق تركيا، كما استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق تظاهرة ليلية في العاصمة أنقرة، وفرقت حشدا من المحتجين الذين تجمعوا في حي ديكمين الذي أصبح مؤخرا مركزا للاحتجاجات في العاصمة لمؤازرة احتجاجات تقسيم في اسطنبول. فيما أغلق المتظاهرون الطريق الرئيسي في الحي بحواجز مؤقتة مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكومة أردوغان، ومنددين بقرار القضاء التركي الإفراج عن شرطي متهم بقتل متظاهر بالرصاص في أنقرة. منظمات حقوقية معنية حذرت من الاستخدام المفرط للقوة الذي تستخدمه قوات أردوغان بحق المتظاهرين، مؤكدة أن نحو 294 فتى اعتقلوا خلال هذه الاحتجاجات ومورس بحقهم أنواع مختلفة من التعذيب. وليست تلك التطورات السياسية التي تعصف بتركيا إلا نتيجة للسياسات الرعناء لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعن جهيته وعدم إصغائه لمطالب المحتجين وتجاهلهم بالكامل، يضاف إليها تدخله المباشر في شؤون دول الجوار الذي انعكس إرهابا على تركيا، وجله ما حل بمدينة الريحانية إثر التفجير الإرهابي الذي طالها قبل شهرين.